من أقدم الأديرة بالعالم، دير مرساكيس وباخوس بمنطقة معلولة. هذا الدير اللي ما زال عم يحتفظ برموز دينية قديمة بيرجع عمره لآلاف السنين. خلينا نتعرف على هذا الدير ورمزيته التاريخية بهذا التقرير. الدير أكيد مشهور مش بس على صعيد سوريا، على صعيد العالم أجمع. الشيء اللي بيحتويه كان من أثارات قديمة، لأن الدير كان مبني على أنقاض معبد وثني، ومن ثم تحول إلى كنيسة بالقرن الرابع الميلادي. وفي أقدم مذبح في العالم لهلا بعدنا نحن نصلي عليه. سركيس وباخوس كانوا بالجيش الروماني. سركيس كان ضابط من الرصافي شمال سوريا تحت ايد الامبراطور، وباخوس كان عسكري من مسكنه كمان شمال سوريا. اعتنقوا الدين المسيحي بال 297 ميلاديا. طبعا هالشيء ما عجب الامبراطور تبعهم، وخصوصا سركيس مثل ما قلت لحضراتكم كان ضابط تحت ايد الامبراطور. بس وقت لقاهم مصرين على الدين المسيحي امر بجلد باخوس ب 1 تشرين الاول حتى الموت، وقطع راس سركيس ب 7 تشرين الاول، طبعا مع التعذيب والتهديد. نحن بصراحة كنيستنا تعمرت إكراماً لإسمهم، لأنه هن اندفنوا بالرصافي مش عنا. الكنيسة تعمرت على أنقاض معبد وثني ما بين 313 و 325 ميلادياً. طبعاً أنا وقت بدي أحكي هيك تاريخ بدي يكون في عندي دليل. أول دليل الخشب اللي شايفينه حضرتكم بين العمار، بعتنا شقفة منه على ألمانيا حللناها بكربون 14 المشاع، بيّن معنا أنه عمر الخشب ما يزيد عن 1700 سنة من خشب الأرز. يعني فيكم تعتبروا كنيستنا واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. هالدير كان محج لكثير من الزوار في القديم. عندنا احصائيات بال 2010 الكاهن اللي كان هون، نحن اي انسان بفوت على الكنيسه ما عدا السوريين بناخذ من اي بلد كم شخص كم جروب، فبنحصي اخر السنه بيطلع عندنا احصاء كامل من كل بلد قديش اجى عندنا اشخاص. سنه 2010 قبل الاحداث كان عندنا داخل على الدير 209,560 تقريبا و60 سائح أجنبي، عم نحكي ما عدا السياحة الداخلية السوريين. السنة الماضية كان لنا 11,000، يعني قبل منا كان 2,500. فإن شاء الله سنة عن سنة عم يكتر أكيد السياحة، والسياحة هي بالنهاية لبلد مثل سوريا هي اللي بتأنعشه لهالبلد. دير مرساكيس وباخوس أحد الرموز الدينية اللي ما زالت قائمة عم تحتفظ بتاريخ طويل وقديم ورسالة سماوية ما زالت تقدم الرسائل وما زالت تقدم الفائدة للبشرية لتوجيهها للطريق الصحيح.